السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. موضوع مهم جدا ومحير الجميع، الترسبات الكربونية الموجودة بالسيارة. قمنا بفك المانيفولد أو مشعب الهواء أو التلاجة، ولأن السيارة صعبة مهم جدا تركز معايا. بدأنا ندخل بالمنظار أو كاميرا المنظار عشان نشوف كمية الرواسب الضخمة جدا اللي موجودة على الصمامات أو الصبابات أو البلوف، ويلا بينا نشوف أسباب المشكلة دي وليه حصلت في السيارة. 8 علامات تدل على وجود رواسب كربونية داخل المحرك، ودي خطيرة جدا وحنشوفها مع بعض دلوقتي، وحنخصص لها حلقة بعدين ازاي حنقدر ننظف الرواسب دي بكل سهولة بدون فك المحرك. 8 علامات هي انخفاض قدرة وعزم وكفاءة محرك السيارة، تلاقي السيارة ضعيفة وما بتسحبش معاك. العلامة الثانية زيادة كبيرة جدا جدا في معدل استهلاك الوقود. العلامة الثالثة ظهور اعطال المسفاير وفقد الاشتعال، رغم ان انت مغير البوجيهات في موعدها والكويلات وعامل الصيانة، ولكن تلاقي عندك اعطال مسفاير متكررة في السيارة. رابع علامة بيانات ومعلومات استهلاك الوقود غير صحيحة وغير مستقرة. لما تعمل تيست للوقود والسيارة شغالة بتلاقي ان في خلل او عدم استقرار وانتظام في استهلاك الوقود. العلامة الخامسة صعوبة في تشغيل المحرك وهو بارد وخصوصا في الصباح، والعلامة دي مهمة جدا، معظمنا بيعاني منها ومش عارف ايه السبب. العلامة السادسة اهتزاز ورجة المحرك، وتسمع اصوات خشنة عند التشغيل والمحرك بارد وبالاخص في الصباح الباكر. سابع علامة وجود انبعاثات عند فحص عادم السيارة، وتشعر برائحة كريهة تخرج من عادم السيارة، وطبعا بتخرج أكاسيد النيتروجين الضارة اللي بتؤثر على خلايا مخ الإنسان وتضر بالبيئة. العلامة التامنة حدوث سرقعة أو سرقعات أو طرق أثناء التسارع بالسيارة، وهتلاقي معظمنا بيعاني من المشاكل دي وسببها الترسبات الكربونية. ايه الحل في ان انا اقلل الترسبات الكربونية؟ والاول لازم نقول جت منين. نسب الاحتراق بتاعت الوقود والهواء عبارة عن 14.7 هواء واحد وحدة فقط وقود. لو عندي خلل في البخاخات فيها تسييل، مشاكل في البوجيهات، ايه اللي بيحصل؟ نسبة من الوقود ما بيتمش احتراقها بالشكل الكامل داخل غرف الاحتراق، فبتكون الرواسب الكربونية. الرواسب الكربونية دي بتبدأ تعمل اشتعال في وقت غير الوقت المحدد للاشتعال داخل غرف الاسطوانات، فبتعمل لي مشاكل وتأخير وتقديم في الاشتعال. ازاي اقلل من الرواسب الكربونية؟ قبل ما نعمل الحلقة الكاملة والشاملة ازاي نخرجها خارج المحرك بكل سهولة، هنبدأ نشوف ازاي نقلل نسب حدوث الرواسب الكربونية داخل المحرك. تنظيف البخاخات بصورة دورية حتى لا تسيل الوقود وتسبب لي مشكلة وتعمل لي وقود غير محترق داخل غرف الاسطوانات، ويؤدي ذلك الى تكون الرواسب الكربونية. الشيء الثاني تغيير البوجيهات في الموعد المحدد وفحصها وعمل الصيانة الدورية بانتظام. ثالث شيء التنظيف الدوري للمشعب وصمامات المحرك وغرف الاحتراق. رابعا فحص البي سي في او بلف بخار الزيت بانتظام، لان اي مشكلة في البلف بيؤدي الى ترطيب غرف الاحتراق ويؤدي ايضا الى تكون الرواسب الكربونية. خامس شيء تغيير زيت المحرك في المواعيد المحددة ويكون مطابق للمواصفات واللزوجة الخاصة بالمحرك. ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.